اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نعرف النهارده هيئه الارصاد بتتوقع الجو يكون شكله ازاي. الطقس النهارده ان شاء الله هيكون بارد في ساعات الصباح الاولى ولطيف في النهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، وهيكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على اغلب الانحاء، وفي كمان شبوره مائيه الصبح ممكن تكون كثيفه احيانا على بعض الطرق المؤديه من وللقاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. تفاصيل اكتر هنعرفها عن حاله الجو النهارده من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي في هيئه الارصاد الجويه. دكتوره منار، صباح الخير على حضرتك، اهلا وسهلا بيكي. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. الطقس النهارده يعني ممكن يكون يميل للبرودة دكتورة منار، قولي لنا الاجواء هتكون عاملة ازاي النهارده في مختلف المحافظات؟ بالفعل يمكن احنا خلال هذا اليوم هنشهد بعض التقلبات الجوية، واهمها طبعا سقوط الامطار، لان احنا بنتأثر بوجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا. المنخفض ده هيأثر على اغلب المناطق الشمالية، السواحل الشمالية، حتى محافظات شمال الصعيد، وهيكون في تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة وايضا الرعدية على اغلب المناطق الشمالية للبلاد، وطبعا هيكون معاها فرص لسقوط الامطار. كميات الامطار هتكون امطار ما بين المتوسطة الى الغزيرة على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. أيضا الأمطار والسحب دي هيكون أمطار رعدية، يعني مصاحبة لضربات البرق والرعد. سواحل الشمالية الغربية زي مطروح والإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دي المناطق السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري. أيضا الأمطار هتمتد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة لبعض المناطق من سواحلنا الشمالية الشرقية، دمياط، بورسعيد، رفح العريش، بعض المناطق من سيناء ومدن القناة، وقد تمتد الأمطار خلال فترات المساء أيضا لبعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. القاهرة الكبرى وشمال الصعيد أمطارها ممكن توصل لأمطار خفيفة ورعدية أيضا، فإحنا أغلب المناطق فيها أمطار متفاوتة الشدة من منطقة لمنطقة وأمطار رعدية على فترات متقطعة من اليوم. بالإضافة كمان إن إحنا طبعا اليوم مستمر معانا انخفاض درجات الحرارة فترة النهار، وخاصة كمان خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر. بنبدأ فترات الصباح بانخفاض في درجات الحرارة والأجواء الباردة على أغلب مناطق الجمهورية، مع سطوع أشعة الشمس بنبدأ نحس بالدفء والأجواء اللطيفة تماما على أغلب مناطق الجمهورية. العظمى خلال فترة النهار متوقع تكون 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل هنحس بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، خاصة ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر. الصغرى خلال فترات الليل أحيانا بتروح ما بين ال 11 وال 10 درجة مئوية في بعض الأماكن، أقل من 10 درجات في المدن الجديدة وشمال الصعيد. يعني فترات الليل أجواء بتكون أجواء من باردة إلى شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية. طبعا كمان متوقع خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة استمرار تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية، لكن احنا ساعة بالكثير إن شاء الله وتتلاشى الشبورة المائية من على أغلب الطرق بسبب طبعا سطوع أشعة الشمس. دكتورة منار، كتير بتبقى أرقام درجات الحرارة مختلفة عن الشعور اللي احنا حاسينه، يعني بالذات في ساعات الليل احنا بنبقى شايفين درجات الحرارة فعلا قليلة، ولكن في بعض الأحيان بيبقى في موجات قادمة من أماكن معينة بتساعدنا على ان احنا نحس بأن الجو أكثر برودة. هل متوقع ان ده يحصل في الأيام الجاية؟ هو طبعا دايما لما بيبقى فيه نشاط للرياح بيساعد ان احنا نحس بدرجات الحراره اقل دايما من اللي احنا بنقولها، يعني درجه المحسوسه بتبقى اقل. كمان الكتل الهوائيه لما تكون قادمه من على الصحراء بتبقى جافه، فجفاف الكتل الهوائيه ده بيساعد اكتر على انخفاض درجات الحراره، وده متوقع يستمر معانا ان شاء الله على مدار الايام القادمه، خاصه خلال فترات الليل مع نهايات الاسبوع مصادر الكتل الهوائيه هتكون قادمه من الصحراء الغربيه، فهنحس بالبروده وانخفاض درجات الحرارة أكتر خلال فترات الليل المتأخر بإذن الله. أكيد. كل الشكر ليكي دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. مشاهدينا، خلينا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة المتوقعة النهاردة بالتفصيل. القاهرة العظمى فيها 20 والصغرى 12، العاصمة الإدارية 19 والصغرى 10، الإسكندرية 19-14، العالمين الجديدة 19-12، مطروح 19-12، دمياط 20-13، بورسعيد 20-13، والإسماعيلية 21-10. السويس العظمى فيها 20 والصغرى 10، العريش 19-12، كاترين 15-4،
طابة 21/12، حلايب 23/16، شلاتين 24/15، شرم الشيخ 23/15، والغردقة 23/14. الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 8 عفوا، بني سويف العظمى 20 والصغرى 8، الوادي الجديد 22/7، أسيوط 21/9، سوهاج 21/8، قنا 20/8، الأقصر 22/6، أما أسوان العظمى فيها 22 والصغرى 9.